مرحبا خالي. اهلا وسهلا. يمكن ما عرفتيني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك. مين بتكوني؟ انا الهام. الهام؟ مين الهام؟ الهام بنت خالته الهيثم. والسبع تنعام منك ومنه، شو بتريدي منه؟ يا ترى هو هون؟ لا مو هون، هلا طلع. لكن اذا ما فيها سئله بس يرجع قولي له خالتك بتضايقك. هذا اذا شفته، لانه انا ما عم شوفه منوب. يا سايري كاس الهوى للناس. ايه مراتب، مين على الباب؟ وحدة فصعونة عم تسأل عن المقوص هيثم. قال شو؟ قال خالته الضرابة عم تسأل عنه. ايه وشو قلتي لها انتي؟ يو شو بدي لها؟ ينقلق ولا هي وياه، قلت لها مو هون. الله يصلحك يا مراتب، ليش هيك؟ ليش كذبتي على المخلوقة؟ عيب مراتب، ما بيجوز. لا تنزع صباحنا، خلينا رايقينها واملي سيرة هذا البطيخ هيثم، بيكون احسن. مثل ما بدك، ماشي الحال. اشربي قهوتك قبل ما تبرد. وانت التاني مالك رايح على الشغل اليوم؟ امبلا رايح، بصير ما اروح يعني، بس الاستاذ ماجد قال لي تعال الساعة 10. ها، ومن ايمتى كان الاستاذ ماجد يتساهل معك كل هالقد؟ ما في بالعادة. مو قصة يتساهل يا امراتي، بس اليوم اغلب الموظفين رايحين يشقوا على المدير العام بالمستشفى، ومشان هيك سمح لي اتأخر. وليش ما اخذوك معهم انت التاني حتى تشق على المدير العام؟ مالك موظف مثلك مثلهم؟ هلا انا مثلي مثلهم، ليك التاني شلون بتحكي؟ اكلي على بعضي شقفت ازم بهالمديريه، لا راح ولا اجا، ما احلاني والله، ما احلاني داحش حالي بين هالامام ورايح شق على المدير العام. وليش لحتى ما تروح؟ شو انت حرف سائط يعني؟ مو حرف سائط، بس الناس مقامات ودرجات يا امراتب، ورحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده. يو اسمعوا على هالسمعة، كمان بهيك شغلات في مقامات؟ وطي صوتك، لا تعيطي مراتب، اجي جارنا. صباح الخير جار. اهلين استاذ هيثم، صباح النور، ان شاء الله نهارك مبارك وصلاته على النبي. جار اذا حدا سأل عني انا رايح على القهوة، يمكن اشرب نفس ارجيلة. ايه شو عليه، ان شاء الله صحة وهنا حبيبي. بالمناسبة سألت عنا. مين سألت عنه؟ قصدك علي اجت لعنا هون؟ سألت عني انا مو عنه هو. عفوا، ايوه سألت عنها مو عنا. اسف حبيبي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. بعدين تعال هون، ضروري انت تقول له على اللي سأل عنه واللي ما سأل عنه. لا بس فكري انه جارنا. ايه كان... وضروري تقول له صحتين وعافيه لما قال لك بدي روح اتزهرم ارجيله بالقهوه. قلت لحالي مو حلوه مني. وليش عم تقول له استاذ هيثم؟ استاذ وحده تسهل امره. شو بدي اقول له لكان؟ يعني حلوه شب قد اللوح مثل هاد وما اقول له استاذ؟ تخينه شوي قد اللوحه. ايه بس الشب هاد مستاجر عنا من 10 سنين وعصيان بالبيت وما عم يطلع، ريته تطلع عيونه ان شاء الله. ايه وشو اعمل له يعني؟ شلون شو تعمل له يعني؟ شلون؟ لازم تورجيه العين الحمراء لحتى يهابك ويخاف منك، فهمها بقى. مو تقول له استاذ على الطالعه والنازله. بعدين هو يعني وين مفكر حاله قاعد بأوتيل؟ شو؟ قال إذا حدا سأل عني قلوا له إني أنا بالقهوة. أنت تسأل عنه المخابرات إن شاء الله. شو نحنا موظفين استعلامات عند أبوه؟ يا أمراتب يا أمراتب أرجوكي لا تضوجي وتموجي. نحن مضطرين نسايره غصبا عنا، لأنه إذا ما سيرنا ما بيطلع من البيت. حاجتنا مسايرة بقى، شو هاد يا شو هالقصة؟ صلنا 10 سنين ونحن بنسايره. لك المثل بيقلها من عاش مداري ما تسقيم. طيب شو بيطلع بإيدنا نعمل غير هيك؟ هاتي لشوف قلي لي. بيطلع بإيدنا كتير. المفروض أنت ما تضل ساكت وتتحرك لحتى يفهم الأفندي إنه نحنا ما لنا ساكتين عن حقنا. ما اختلفنا، بس شلون؟ على القليلة ارفع عليه دعوة بالمحكمة. لا لا امراتب، شو ارفع عليه دعوة؟ لا تخبصي بالفصة، الله يرضى عليكي. كل شيء للمحاكم، أنا مو وشي وش محاكم منو. بالله وليش بقى؟ الله يرضى عليك يا ام راتب، قطعوا لحش، انا مالي مستعد اسمع منوب. يعني حدا بيشتري الهم بايده؟ حدا بنط ببركه تفاضح؟ ولك المحاكم يا ام راتب فتيلتها طويله وبتقصر العمر وبتمغص البطن، وعلى روح وتعب وجلسات وتبليغ ونقض واستئناف وما بعرف شو بقى. ناقصني وجع راس انا؟ والله مو ناقصني. معلش يا ابو راتب، لو وجعنا راسنا لازم نتحمل. ليش؟
على القليلي إذا اشتكينا عليه بالمحاكم منبهدله ومنجرجره، هذا من جهة، ومن جهة تانية منورجيه إنه نحنا مالنا ساكتين عن حقنا ومنقدر نشرجحه. عيني أنا مو خرج هالدعكة منوب، منوب مو خرج هالدعكة أنا. بعدين لو بدي ارفع دعوة عليك كنت رفعتها من 4-5 سنين وما كنت استنيت لحد هلأ يا أم راتب. شو يعني؟ ما عم بفهم عليك. يعني بدك هيثم أفندي يضل بيناتنا؟ العمى على هالمصيبة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. أجرنا الأوضة كان طالب بالجامعة، وهي ليكو خلص دراسته بالجامعة وتخرج وتوظف وخدم عسكرية ولساته على الآن بالأوضة. ولك آخ آخ يا خوفي تهنى له العيشة بهالأوضة ويضل على الآن فيها ويتجوز فيها. لا لا طمني ما بيتجوز فيها، أنا رح أحكي معه بالرواق ورح حل المشكلة على طريقتي. طمني يا مراتب. هذا بيفهم بالرواق هاد؟ رواقه ضريبي إشرابته. ستي نحن علينا أنه نحاول، مو خسرانين شي. وشو بدك تقول له بالله؟ ها رح أقعده قدامي على الكرسي ورح أقول له شوف يا هيثم، ابني راتب رح يرجع من السفر وناويين نجوزه بالأوضة اللي انت ساكنها، ولما هو رح يسمع هالحكي أكيد رح يحس على دمه ورح يطلع من الأوضة. هذا إذا كان في دم. أنا رايح على الشغل، بدك شي؟ إيه جيب لي معك كيلو كوسة وقية لحمة هبرة، اليوم جاي على بالي أعمل مفركة كوسة. إيه عظيم جدا، إجت والله جابها. شو هي اللي إجت؟ رح أجيب لك معي كليين كوسة مو كيلو. يو وليش هالكليين؟ فكري نسكب صحن مفركة لجارنا هيثم. يفركوا واحدة تسهل أمره، هذا اللي كان ناقصني والله. بدك ياني أطبخ له تقبرني؟ مو على عيني؟ تكرم عيونك، بكرة بعزله وبكويله وبغسله. يا ورصاص اللي يخلع رقبته خلع. لك طولي بالك مراتب، طولي بالك، ليش قبيتي هالقبة وكأنك قاعدة على بركان؟ فصاع شو لسانك زفر أنت وردود فعلك عجيبة. ولك يا مخلوقة ربي، مو كل شي يا حبيبتي بصير بالمشاكل والعنف والخناق والمقاومصة. نحن لازم ناخده بالسياسة، بالمحاياة، بالدبلوماسية والحوار. باخد له صحن الكوسة من هون بالأول وبعدين بفتح معه موضوع الأوضة من هون. إن شاء الله بفتح له قبره عن قريب يا حق، يطعمني ولا يحرمني يا رب. يسعد رب البنات عفو هواهم، يسعد رب البنات عفو هواهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكهم. شو الظاهر قبض معاشك حتى عم تغني ابو راتب؟ ايه والله قبضته والحمد لله. ويا ترى منزلين اسمك بالاضافه هالشهر ولا لا؟ لا والله مو منزلينه يا انسه رندا. شو هالحكي؟ على حد علمي هي رابع شهر ما عم ينزل اسمك بالإضافة، مو هيك أبو راتي؟ هيك نصيبنا، شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعمل؟ لازم تشتكي للمدير. أنا؟ طبعاً أنت، لكان أنا. وعلى مين بدي اشتكي؟ على مدير القسم. لا دخيلك يا آنسة، شو اشتكي على مدير القسم؟ ما بدي وجعت هالراس منه، بيستر عرضك، خلينا أحباب وصحاب يكون أحسن. بس يا أبو راتب هذا حقك وما بصير تسكت عنه أبداً. وبيني وبينك إذا ضليت تسكت عن حقك بهالشكل فرئيس القسم رح يتمادى معك أكتر. معليش يا أنيسة معليش، أنا رضيان وتركه لضميره. ضميره؟ لا والله عرفت لمين تتركه. اسمع مني يا أبو راتب، اطلع اشتكي للمدير، هيك ناس ما بيسكت عليها منوب. صدقيني يا أنيسة منال، لو عندي أمل 10% إن المدير رح يرد علي كنت طلعت، بس أنا واثق 100% من النتيجة، ومشان هيك ما رح وجع راسي وآخذ وأعطي بالقصة. أصلاً مين اللي عم يوقع على جدول الإضافي؟ مو المدير؟ إيه المدير، لكان مين؟ ولها سبب، ما بدي يكون كالمستجيري من الرمضائي بالناري. عن إذنك يا آنسة، وعدتيني تحت التيني وما جيتيني، وعدتيني تحت التيني وما جيتيني، مثل السمك بالمي أركض وراه، مثل السمك بالمي أركض وراه. يعطيك العافية زهدي. الله يعافيك عمي براتي، اهلين وسهلين. امرني خالي. لا العفو، ما يأمر عليك ظالم، الله يرضى عليك. بدي شوقية لحمة ناعمة على كيفك، بس تكون هبرة. على راسي، بس خرج شو بدك ياها؟ يعني خرج مفركت الكوسة. ايه مو تكرم عينك، بس اسلام بتفهمك، فركت الكوسة لازم تكون مدهنة شوي. لا لا دخيلك، انا ما بقدر على الدهنة ابدا، ما لي صحبة انا وياها منوب. خوش مو ناقصني لا شحوم ثلاثية ولا كوليسترول، عندي منهم كتير. أصبح خلص ولا يهمك، ما بتكون إلا رضيان بإذن الله. روح جيب خضرتك لبين ما أقطع لك إياها ولا يكلك فكري.
ماشي كلامك زهدي، اصبح انا رايح اسناول هالكوسايات من السوق وارجع، ما بطول. اتكل على الله، بس ترجع بتلاقي لحمتك جاهزه ان شاء الله. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا براتي، مشان شو قلت لي بدك كوسايات؟ خرج مفركت الكوسا. ايه مو تكرم عينك، اما شو عندي كوسايات؟ خرج المفرك لحفر وتنزيل. بس اوعى يكونوا دبلانينها. لا يا طيب، ليش انا من ايمتى بعطيك خضره دبلانه؟ لا ترمينا بحجارك براتب. لا ولا يهمك، بعرفك ما بتقصر، بس حبيت ذكرك. اي ولا يهمك، لكن بما تجيب اللحمه بكون انا جهزت لك اياهم. عظيم جدا، سلام عليكم. الله معك. انا واقف فوق الاهرام وقدامي بساتين الشام، انا واقف فوق الاهرام وقدامي بساتين الشام، اشاهدها واهالي كرام يقولوا لي مرحبا يا زين، يقولوا لي شرف يا زين، يقولوا لي تفضل يا زين، يقولوا لي يا هلا يا تفضل تفضل يا زين. تعال شوف لي هاي اللحمه اللي جايب لي اياها، انا طلبت منك تجيب لي هبرة على الحل، قلت لك ما بدي فيها ولا نسر الدهنة. تفضل. شو الحكي مدهنة؟ يفضح حريشه، مع انه وصيته لزهدي ها، وقلت له انا ومرتي ما منطيق الدهنة ها، بس الله يصلحه، ما بيقدر يقعد عائل منوب والغش ماشي بدمه، ان شئتي ام ابيتي. يا ستي بعض اللحامة اذا ما لقوا مين يغشوا بيستقربوا وبيغشوا حالهم، مو بكيفهم، ايدهم بتنقوز، وشوفي على هالدف من شخت وخلافه بدسوه بالهبر. وشو الله جابرك تاخذها؟ المفروض كان تلحش له ياها بوشه. ولك ليش هيك انت دائما فايره وبتحبي النكات؟ خففي فورانك شوي، شو الحشه بخلقته؟ ما وصلت المساله لهالدرجه، يعني محرزه نهز بدلنا مشان شقف الدهنه؟ بعدين والله انا مو كل هالقد مشراني. هلا اذا طلبت بحقك بتكون مشراني؟ عيني لا تلحش له ياها بخلقته، معلش على القليله رجعها لا تاخذها. هلا انت مالك مجبور تدفع حق لحمه نصها ذهنه وهي لازم تكون هبره. هو خطر على بالي رجعها، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي اكيد ما راح يقبل. ليش؟ لانه قطعه وخلص، انكتبت على اسمي يعني. شو اللعي الفاضي هاد؟ شو ما بيقبل يرجعها وانكتبت على اسمه؟ ايش هو الشغله على كيفه؟ بس مو الحق عليه، الحق عليك انت، انت مو قد حالك منوب؟ لا يا امراتي، شو الحكي اللي عم تحكي؟ شلون مالي قد حالي يعني؟ طبعا مو قد حالك، لانه لو كان واحد غيرك كان رجع له اللحمه غصبا عنه وعمل له زفه مرتبه. اعمل له زفه مرتبه؟ ايش هو الناس بتشتغل عبيد عند ابي انت الثانيه امراتي؟ بعدين وينك؟ خطر ببالي هالشي، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي يا ولد ايه مو محرزه تعمل مشكله طويله عريضه مشان وقيه لحمه. قمت بلعت القصه وسكتت، وبتعرفيني انت، انا ما بحب وجع الراس. نوب. لا تقبرني، اوعك اوعك يجعك راسك، ولي على قلبي عليك، ريتون وجع على راسي يا حق. شو يعني عم تنقري علي بكلامك ولا عم تنخميلي مثل العادة امراتي؟ حسبها مثل ما بدك. شو هالكوسة هي؟ شو هي؟ هي خرج مفركة هي؟ خير ان شاء الله، شو بهالكوسة كمان؟ مو خرج المفركة بفكرة؟ لا مو خرج مفركة منوب، بس مو الحق عليك، ولك اخ اخ الحق علي انا يلي اعتمدت عليك بجلب الخضرة. أصبح خلاص، المرة الجاية روحي أنت جلبي غراض من السوق، لأنه بصراحة أنا يا أم راتب مالي مستعد أبداً أخذ وأعطي مع البياعين وأنفخ مصراني وأفرط مرارتي وأعمل مشاكل وجيب وجع الراس لحالي مشان هيك شغلات. إي والله بيرتفع معي الضغط بليلة ما فيها ضوء أمر والله، وبلتحش بالفرشة على أخ وإيخ. هلا كل هالقد خفت على حالك؟ طبعاً بدي خاف على حالي، لكن على مين بدي خاف؟ حالي هاد حالي، مو حدا غريب. ماشي الحال، على كل حال انا لما بنزل على السوق ما حدا بيقدر يتشاطر علي منوب، لانه دائما عطيتهم العين الحمراء. ايه فوتي هلا، فوتي نفختي لي قلبي، فوتي ساوي المفركه مشان نلحق نتعشاها. قايمه ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى، شو ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى. طمني استاذ، ان شاء الله عجبتك المفركة؟ ما بعجب. طيبة كتير يا ابو راتب، كتير. بس بتعرف شو كان ناقصها؟ شو ناقصها؟ لا والله ما بعرف. يعني لو فقستوا فوقهم هدول بيضتين هيك بلديات كانت صارت اطيب بكتير على فكره. معك حق، ملاحظه وجيهه جدا، يعني كان لازم نفقس كم بيضه فوقهم، بس قلت لحالي يا ولد لا تفقس شيء، بجوز جاركم يكون معه حساسيه والبيض ما بيواتي.
بس ماشي الحال سيدي، المرة الجاية منفوز. جار شبك ليش ما بتشاركنا الأكل؟ صحة وهنا إن شاء الله. أنا هلأ أكلت تحت مع أم راتب ونزلت لك بهالمفركات بالأربعة والكف. إيه سيد هيثم، يعني كان في موضوع صغير بدي أحكي أنا وياك راس لراس. تفضل تفضل أبو راتب ولو. طبعا كما هو معروف نحن فيران بجرد فارة، نحن جيران بفرد حارة، وصرنا سكن عامرين، وصرنا عمر ساكنين في بيت واحد، ويعني مثل ما بيقولوا جارك القريب ولا أخوك البعيد، ومثل ما بتقول الست نجوى كرم الله يخلينا اياها، الجار قبل الدار، وكمان بيقولوا يا جاري نار رد الصباح سلم على سمر الملاح، وبيقولوا كمان ساكن قصادي وبحبه، والشعراء أشادوا كتير بالجيران. فوت يا أبو راتب بالموضوع، ليش وكل هالمقدمات دخيل عينك؟ حاضر راح أفوت بالموضوع. حاضر، الحقيقة ابني راتب جاي من السفر عن قريب وناويين نجوز فيه ونفرحه، نفرح فيه ونجوزه. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ هيثم. إلك علي يا أبو راتب، غني لك 50 بيت على الهوارة الهوارة، وموالين عتابة بيفلجوك فلج. بارك الله فيك بارك الله فيك، ما بتقصر بإذن الله. بس الحقيقة أنا مو من شان الجوازة جاي، أنا جاي إلك إنه البيت ضيق وما بيسعنا كلياتنا، لإني بدي جوز ابني هون بالبيت بيتنا. بسيطة جار، يعني شغلتك كتير محلولة. ما فهمت عليك، شلون محلولة بقى؟ إيه شغلتك بسيطة أبو راتب، أنت سرق له غرفة على السطوح وترك الباقي علي، يعني جماعة البلدية أنا بدبرهم. لا حبيبي لا، ما حسرت، أنا مو خرج أسرق غرفة ولا أسرق إنجاج حتى. لكن شو رح تعمل؟ من بعد إذنك يعني جار، نحن ما عنا إمكانية نجوز هالصبي غير هون بغرفتك هي. ايه والمعنى؟ المعنى اذا ممكن تسلمنا الغرفة. يعني لنفرض اني سلمتك الغرفة، انا وين بدي اروح بحالي؟ حبيبي انت شاب عزابي لا وراك ولا قدامك، يعني فيك تدبر حالك وين ما كان. لا يا ابو راتب، بدك يعني احمل شنتي وابرم على رفقاتي من محل لمحل على بيوتهم اتشنطط بالطرقات؟ ما بصير هالحكي. شو هالحكي ها؟ والله ما بعرف شو بدك تعمل، بس نحن بدنا نحل مشكلة راتب ابني، يعني حط حالك محلي. بس يعني يا أبو راتب انت بهالصورة عم تحل مشكلة على حساب مشكلة تانية. يعني ما في امان؟ بدك تضل ساكن عنا بالأوضة؟ اي نعم، بس اوعك تفتكرني اني عصيان بالأوضة. لا لا، مين قال عنك انك عصيان؟ أبو راتب انا قاعد هون بشكل مؤقت لحتى ترخص العقارات مثل ما عم بيقولوا، يعني بصير الموظف اللي مثلي بيقدر يشتري بيت وهو مرتاح. لا إذا هيك شغلتك قريبة كتير كتير قريبة، كل عبدة كوساية كل مفركة كل صحة. وأنا إيه وشو قال لك كمان ينقال أقواله إن شاء الله؟ ما قال شي، هذا اللي صار. يعني بفهم منك انه الزلمة قاعد بالبيت ومصر طيب وما حدا قده؟ ايه والله يا مراتي هيك الهيئة. ولك اخ اخ، انا مالي زعلاني على هالبيت قد مالي زعلاني على صحن المفركة اللي تزهرمه. هلأ انت بس فهمني، ليش هيك عملت مع شوفير التاكسي؟ شو عملت لا سمح الله؟ شو عملت؟ ليش لا تخلي له كمالة 50 ليرة؟ طيب إذا كان هو طماع وقليل الوجدان أنا شو بدي أعمل له؟ لك عيني العداد مرك 32 ليرة، ليش لا تسكت له وتعطي بقية 50 ليرة؟ لك يلا ستي بسيطة، مو محرزة نعمل مشكلة مشان كم ليرة، مو ناقصنا وجع رأس. هلأ إن كان كم ليرة ولا كان مليون ليرة، ليش هيك أنت تشتوش وبتتنازل عن حقك بسهولة؟ أنا تشتوش؟ تشتشك وحدي 100 مرة قلت لك أنا ما بحب المشاكل، ما بحب العنف، بحب المسايرة والمسالمة. حلك تعرفي طبعي بقى أم راتب؟ ولي شو هاد؟ ما بعرف مين قافل الباب من برا؟ يمكن شي حرامي. لك شو حرامي أم راتب؟
الحرامي بيفتح البواب مو بيقفلها. إلك مين عمل هالعملة هي؟ أنا. لا لا عم بقول له دوب. إيه طبعا. شو هاد يا مراتي؟ العمى العمى بقلبه ما أوقحه. لك هذا بدل ما يسلمنا الغرفة أخذ غرفة تانية الأفندي؟ شو يعني؟ بده يستقبل فيها ضيوفه وزواره؟ إيش مسؤولين نحن عن الضيوفه وزواره؟ وشو رح تعمل هلا يا ابو راتب؟ رح تسكت له؟ لا لا شو اسكت له؟ ما فشرت عينه؟ اكيد ما رح اسكت له. اذا بوشك هلا على مخفر الشرطه، قدم شكوى واعمل ضبط بالشي اللي صار اليوم، اوام؟ هلا انت ما في على لساني غير كلمه الشرطه؟ لسه كل ما دق الكوز بالجره، روح على الشرطه اشتكي للمخفر اكتب ضبط، لك ايش بكي انت ام راتب؟ شو صاير لك؟ ضيعتي اخلاقي؟ ليش صداميه وعدوانيه لهالدرجه؟ اذا مشان هيك شغله ما رحت على الشرطه. منشان شو بدك تروح لك؟ ولك يا مخلوقة الله، يا مخلوقة ربي، صرت 100 مرة قايل لك مو قد الفوتي على المخافر أنا، ما بحب وجعة الراس أبداً. بعدين شو فكرك؟ إذا رحنا على الشرطة شو رح يعملوا يعني؟ رح يطالعوه من البيت؟ رح يقولوا لنا تفضلوا؟ تفضلوا تفضلوا؟ صدقيني أكثر من ضبط حبر على ورق وتوقيع على تعهد ما في. بقى انسي لي شغلة الشرطة بيكون أحسن. هلا انت ليش بتحكي بنتيجه الشغلات قبل ما تصير؟ قوم اعمل اللي عليك بالاول وبعدين احكي. رح اعمل اللي علي، رح اعمل اللي علي، اطمني. ها يعني رح تشتكي للشرطه؟ لك لا مو للشرطه، رح اشتكي للمختار، مختار الحاره هو اللي بيحل لي المشكله. هلا المختار بده يحل لك المشكله؟ اي نعم، انا بدي اخده لهالزلمه بالسياسه والمحايه وبالعيني وبالروحي، لانه نحن بدنا حل سلمي مع هالرجل، حل سياسي، ما بدنا قوة. وإذا إجا المختار مع كم زلمة من كبارية الحارة وحكوا معه فمو معقولة ولا بشكل يخجلون. يعني رح يخجلون؟ لو هيك واحد بيستحي من مختار أو من غيره ما كان عمل اللي عمله معك. بقى اسمع مني ولا تعذب حالك، هذا ما في بوشه نقطة دم. طيب بكرة بتشوفي. شو هالحكي؟ شفت الغرفة هيك عينك كنت عينها؟ هذا اللي صار يا مختار. لك يخرب بيته وبيت بيته، لك شو قصته هاد؟ مو سائل عن حدا؟ ما بعرف يا مختار، هذا اللي مجنني، مع اني كنت عم اخده بالسياسه، والله بالسياسه، واتعامل معه بالحسنى، حتى بالعلامه ضيفته صحن مفرك كوسه قبل ما ياخذ الغرفه بيوم. هذا خرج ومفرك كوسه هاد، لك هذا بده سم الهاري يهري مصارينه. ايه مختار، والعمل هلا شو لازم نعمل يعني؟ قلي شو بتريد لخدمه؟ هاها شو عم اقول لحالي يا مختار؟ يعني انا ما بدي فوت مخافر او محاكم ووجع راس بهيك عي. كيف بدك تحصل حقك لكان؟ قلي. يعني مثل ما بيقولوا عن طريق القنوات الدبلوماسيه. ما فهمت عليك. يعني يلي بقصده اذا عملنا هيك يعني بمعيتك مختار وفد صغير من كباريه وجهاء الحاره، وراح الوفد لعنده على البيت وحكى معه بالحسنى، فكرك ما بناخد نتيجة؟ شوف هي الفكرة معقولة كتير، وإذا بدك مني أتصرف أنا تكرم عينك. وهذا موضوع الوفد اترك لي يا إلي، أنا اليوم المساء بجمع كبارية الحارة وبشاورهم بالموضوع، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. الله يديم عزك يا مختار، الله يديم عزك. تكرم عينك يا أبو راتب، ولو أنت من عظم الرقبة. الله يخليك، شكرا على الشاي. صحتين وهنا. الله يسلمك، مستأذن أنا. مع السلامة، مهونة. يلا في حدا؟ ألو نعم؟ أيوة أنا هيثم. مين عم يحكي معي؟ مين أبو جميل؟ أهلين مختار. أهلين وسهلين. لا لا تمام ماشي الحال. شو هاد؟ جايين لعندي أنا؟ جاهة؟ عفوا مشان شو؟ أها أيوة ايه أهلا وسهلا. شو عليه؟ بأي وقت بتحبوه مو مشكلة أبدا. لا اليوم مالي فاضي ولا بكرة ولا حتى بعد بكرة. الخميس لا لا أبدا مالي فاضي، يعني أنا مشغول من هون لعشرة أيام. طيب حاكوني حاكوني مشان نتفق. تكرم. أهلين مختار، أهلين الله معك.
عاملين جهة حلو والله، هذا اللي كان ناقصني. ولي شو ها؟ ولي على قامتي راح البيت. العمى شو رأيكم؟ اشتكي للشرطة ولا حط على الجرح ملح واسكت؟ صدقوني يا جماعة، أنا من وقت كنت صغير كنت حب الصيد واللعب بالفرودة والبواريد، كنت مثل جني شائق الأرض وطالع، ويا ما مقازي رفقاتي الأولاد الصغار بفرودة الفنين وبواريد الخردو. ليش أنا أنظر؟ أنا كمان نفس الشيء، أنا آكل من أبي فلا الله مولاها لأني أوصت على قطة بارود الخردو. وأنت التاني ما لقيت تتقاوى إلا على القطاط، الله يصلحك. شو بدي ساوي؟ هدول كانوا يطلعوا بخلقتي وأوص عليهم، بعدين تعال أقول لك، على من بدي أوص على رفقاتي الأولاد؟ لك يا رجل كنا صغار، ما كنا نميز بين الجد واللعب. أنا بزماني روحت ايدي وانا عم بلعب ببارود الخردو، كنا بهديك الايام ندك فيها البارود دك، قامت طلعت مره على ايدي وتصوبت، من يومتها حرمت امسك بارود الدك بايدي. بس بدكم الحقيقه يا جماعه، الصياد الموهوب ببين من صغره، وبتحس انه هالبني ادم خلق ليكون صياد، لانه اولا واخيرا هي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى. اي والله موهبه يا ابو رشدي، والحمد لله يلي الله أنعم علينا فيها لحنا ثلاثة. يا سيدي أنا بزماني لما كنت عم أخدم عسكرية أخذونا بقى سيدي على حقل الرمي، صفونا على نسق واحد وعطونا إيعاز مشان نقوس 10 طلقات دراكاً، يعني طلقة طلقة، ومحسوبكم مثل ما بتعرفوا ما بيحب يقوس ضرب ورا ضرب، دي إخلاقي روح قلبي الرش. فما كان مني بقى سيدي إلا أني نزلت هالمفتاح تبع البارودة لتحت ورشيت لكم 10 ضروب رشة واحدة. بحب صوت رصاصي إز، بحب صوت الرصاص المنهمر مو بإيدي. أكيد أكلت عقوبة وزحفوك كواع وركب 2-3 ساعات على الأسرة. هو كان الضابط ناوي يسلخني عقوبة من كعب الدست وحمرت عينه علي، بس ما فعل، وكل اللي عمله إنه كمشني من شحمة إدني هيك وصار يفركها. وقال لي ليش رشيت رش ولا ما قلنا لك ترمي ديراكا؟ ايه شو جاوبته؟ قلت له سيدي شو بتفرق ان كان رشان ولا ديراكا، المهم صيب الهدف. قام قال لي شوف، اذا كنت جايب فوق 5 من 10 راح اعفي عنك وغض نظر، اما اذا كنت جايب اقل من هيك فراح اشلحك من رجليك وخليك تركض حافي حوالين حقل الرمي 50 دورة وانت عم تردد بصوت عالي أنا الحمار يلي ما نفذ الأوامر. إيه وشو صار؟ أكيد أكلت عقوبة. ولو مو عيب، لك صدقني لما رحنا على الدريقة تبعي لقينا 10 طلقات بنص الهدف، يعني 10 من 10، قام الضابط عطاني إجازة 2 يوم ومدحني كتير. إيه ما بيخاف عليك، أصلاً أنت أحسن صياد بهالمنطقة وما في ضرب بيخيب منك. برافو عليك، بالفعل أنا هيك. طيب اسمعوا القصة. مرة طلعت على الصيد ومعي يا سيدي 200 خرطوشة بأحزروا كم عصفور صدت فيهم. 150 عصفور. لا حبيبي لا، ما حزرت يا روحي، صدت فيهم 200 عصفور، يعني ما خابت معي ولا طلقة. بس بالرغم من هيك والله العظيم زعلت يوميتا كتير وأخذت على خاطري. وليش بقى؟ لأنه كان بنفسي أوز كمان، وندمت كتير لأني ما طلعت معي خرطوش زيادة على الجبل، لانه هالميتين عصفور كنت صايدهم خلال 2 ساعة، وقلت لحالي شو هالمشوار المعنت يلي انقضى ب2 ساعة. فعلا شي بمعيد، وانت شو عملت؟ شو بدي اعمل يعني؟ وانا راجع على البيت منكسر الخاطر لقيت بدربي صياد هاوي طالع ومعه 150 خرطوشة. قمت بازرته عليهم. اشتريتهم منه؟ مو هيك بالضبط، لاني ما دفعت له مصاري، بس سألته كم عصفور متوقع تصيد بهال 150 خرطوشة؟ قام صفن شوي وقال لي مو أقل من 50 عصفور. 50 عصفور؟
حيف على هيك صيادي. ليش الافندي مفكر حاله صياد؟ المهم قلت له تاخذ 150 عصفور بهال 150 خرطوشه تبعها وتوفر على حالك كل هالتعب. والله عرض مغري، لو بيضل بالجبال 10 ايام ما بيصطاد 150 عصفور. وقبل بهالعرض؟ معلوم بده يقبل، وطار عقله كمان، وفورا اخذ مني العصافير ونزل على البلد وهو نافش ريشه مثل الطواويس. المهم اخذت منه الخرطيش وكملت مشوارك. صحيح هذا اللي صار، بس خسرت عصفورين لاني ما قدرت صيد اكثر من 148 عصفور بال 150 خرطوشه. ايه سيدي، الله يجعلها اكبر المصائب. اللي هلا امتى ناوي تطلع الصيد؟ يعني بهالكم يوم تطلع معي؟ والله بالنسبة إلي اعتزلت الشغلة، وقتي ما عاد يسمح، بس بدي أطلب منك خدمة صغيرة إذا ما في سئلة. أنت بتأمر أبو عادل؟ أنا خدامك أمور. لا العفو ولو، بس ابني عادل طالع خروق وتشتوش بالمرة، بدي أعلمه على الصيد، بركي بيقوى قلبه وبيصير رجال مثل الخلق والعالم. إيه على عيني وراسي، تكرم عيونك. أنت سلمني يا اليوم وأنا خلال شهرين زمان برجع لك يا صياد محترف بصيد الاء من على شجر السماء. وبكون كتر خيرك يا ابو رشدي، وهالمعروف ما راح انسالك يا طول عمري. ولو يا ابو عادل ولو، لك بدنا خدمه تحرز نحنا. لك شو بكم ما تاكلوا؟ اشتروا حبيبي اشتروا. اشر يا روحي اشر، تين بعد هذا. الله يخليك. خذ الله يرضى عليك. على رأيك. اشر انت بتحب الخيار، خذ. يسلموا. اهلين وسهلين. اما كما هي، لك انت شو بدك بهالشغله؟ يعني بقصد ليش لا تتحمل مسؤولية الولاد؟ قال مسؤولية، قال ودخلك شو فيها مسؤولية هالشغلة؟ هلا قلت مخاطر بالصيف يا ابو رشدي، لا يقوم يوقع لا سمح الله وتنكسر ضلاعه، او مثلا لا تقوم تقرص شي حية بهالبرية، او يلدغ شي عقرب وهو ماله منتبه. باطل يا ام رشدي، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ تقرصوا حية وانا موجود؟ ايه قسما بالله، انا لما بطلع على الصيد الحيايا والحناش والعقارب بتهرب من طريقي صفر سنه. لك ما بتتذكري الحناش ابو اربع امتار يلي لقطته من ذنبه وضليت له لحفيه نص ساعه لحتى مات؟ ما بتتذكري الحادثه؟ مبلا حكيت لي هالقصه 100 مره، بس رغم هيك شغله فيها مسؤوليه. هلا لا تضجي علي يا ام رشدي، وخلينا نتفاهم على رواق. هات لشوف، عم بسمعك. انت بتعرفي يا ام رشدي انه امنيتي بهالحياه كانت اني اعلم ابني رشدي الصيد وطالعه صياد معتبر، بس للاسف المنظوم تركنا وهاجر على كندا وضلت هالقصه حسره بقلبي. يعني اذا ما علمت ابنك بدك تعلم اولاد الناس؟ ليش لا يا ام رشدي، المهم حدا يستفيد من علمي وخبرتي بالصيد، مو احسن ما اموت وتندفن معي كل هالمعرفه وكل هالمعلومات؟ اي والله عيب علي، بصير شخص اناني بعدين يا ام رشدي، بصير شخص عم يمنع العلم والمعرفه عن الناس. ما بتتذكري جارنا العطار ابو ابراهيم الله يرحمه كيف رفض يعلمني طريقه كبس المخلل؟ انو مخلل؟ ليش ما قلت لي؟ لكن بلا قلت لي، بس انت نسيتي. هذا يا ستي مره كان ابو ابراهيم عازمني على الغداء، ومن جمله المقبلات يلي حط لي اياهم حط لي صحن مخلل خيار بيمزع العقل، والخياره بتقرش قرش تحت اسنان ولونه اخضر كأنه لساته ني مع أنه مخلل. سألته كيف هيك الخيار محتفظ بلونه؟ قال لي أنا عندي خلطة سرية أبضيف المي بتقوم تحتفظ بلون الخيار. قلت له خل يعني؟ قال لي لا. وقعيت غلبت حتى أعرف هالخلطة سرية ما في فايدة. وقال لي مرتي اللي هي مرتي ما بقل سري، ومات وأخذ سره معه للقبر. دخيلك على الهم العظيم تقول مخترع الذرة. بقى شو بدك يعني اعمل يعني؟ حلوة مني موت واخذ سر الصنعة معي؟ يه بعيد الشر عنك تقبرني، لشو هالحديث الممقيت؟ على كل نعمل اللي بدك يا تقبرني، انت ادرى بمصلحتك. هيك ها شفتي ما احسن هيك؟ لكن امي الله يرضى عليكي حطي لنا عشاء، حاكم بلشت معدتي تفرك. شو بدك تتعشى تقبرني؟ بقيان عنا شي عصافير بالفريزر؟ ايه بقيان عنا شي 50 منتوفين وجاهزين. لكن دخيل عينك امي اطبخي لي اياهم، هافي نفسي اليوم على اكل العصافير. لك تكرم عيونك. ايوه ايوه يلا جالي جالي.
عمي ابو رشدي. اهلين عادل، اهلين وسهلين ومرحبتين، شلونه الوالد؟ سلم عليك يا عمي ابو رشدي، انت نطلع الصيد؟ واحد ربك انت الثاني. يفضح حريش قلبك شو مستعجل؟ يعني اوام دغري بدك تطلع على الصيد هيك من الافه لادانها؟ لشو لازم اعمل بالاول عمي ابو رشدي؟ ولك حبيبي بالاول المفروض تتعلم اصول وطرق الصيد نظري، وبعدين بنطلع انا وياك على البريه ومنطبق العملي. مو دغري تحمل لي باروده طولك وتمشي. حط هالباروده من ايدك، لقلك حطها اوام، ليش معانقه؟ قبل كل شيء اللي لشوف عندكم انتو باروده خردق بالبيت؟ ايه في واحده لاخي الصغير. عظيم كتير، معناها بتاخذ باروده اخوك الصغير وبتروح بتتدرب على النيشان يومين ثلاثه وبعدين بترجع لعندي. على شو الدرب؟ على العصافير؟ لا حبيبي انا عصافير. انزل بالاول على البستان، حط مقابيلك كيله قصدير او تنكه ونيشن عليها من بعيدها، بس انتبه انتبه منيح لتقلع لك عين شي واحد وانت عم تتدرب، اوعك ها. ولازم تكون الارض فاضيه وما فيها الدومري. يعني روح بلش تدريب من هلا؟ ليش لا، ما في مانع، روح تيسر عمو، روح الله يهول لك. وينك عادل؟ تعال اقول لك، تعال ابقى اشلح لي لبس هالصيد كمان، مو حلو منظرك وانت لابس لبس صياده وحامل بايدك باروده خرده تبع اولاد صغار؟ ايه حاضر عمو. ايه روح عمو، روح تيسر. برافو عليك، يلا الظاهر. تعبت؟ اي والله كثير يا معلم. شو علي؟ لازم ترتفع لياقتك البدنيه. شو مفكر طلعه على الصيد هينه مثل طلعه على السيران؟ روح هلا، روح روح انصرف لبيتك وسمعني صوتك وانت راكد. يلا لشوف. واه لينه 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 لينه. بيصير بيصير. ايه بابا، وشو سوى معك كمان؟ عم اقول لك خلكني يا ابي، لعن افطاسي، لسه نازل فيني تدريب وتمرين وركض وزحف ومحاضرات، كاني بدي اروح على العسكريه مو على الصيد. معلش بابا معلش، الزلمه عم يعمل كل شيء مشان تطلع رجال، شبك؟ يو، ليش عادل مو رجال؟ انا الرجوله عندي بالصيد، والصياد الشاطر صفات الرجوله مكتمله فيه. ايه حاجتك بقى يا حاجه، دخيلك انت والصيد، يعني لو خليت هالولد يتعلم له شي شغله مو احسن له من هالعي كله؟ ام عادل بترجاكي لا تتدخلي بيني وبين ابني، ها، وخاصه بهالمواضيع. بدي اياه يطلع صياد، يعني بدي اياه يطلع صياد، صلى الله وبارك. طيب نعم بدي يصير صياد، ولهلا ابو رشدي ما خلاني ادقر باروده الصيد. معلش بابا، معك بتدقرها، المهم هلا بدك تنفذ كل تعاليمه بدقه، بدي اياك مثل التلميذ النجيب، احميد ربك استاذك ابو رشدي، ما صحيت لجدي. ماشي الحال، نشوف شو اخرته. فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت. حاجي حاجي عادل، يعطيك العافيه. بنغير الموضوع، مستعد الفحص ولا مالك مستعد؟ ولا يهمك عمي ابو رشدي، مستعد. لا تنادي لي عمي، الله يرضى عليك، تنادي لي معلم. حاضر معلم. برافو، اصبح سمعني لشوف طريقه صيد الارانب. الارانب تنصاد بالليل، بنوجه الضوء على الارنب لحتى يشفل ويخاف ويوقف بارضه، وساعتها بنقوس عليه. برافو عليك، حافظ درسك. طيب شو هي الطيور يلي ممكن نصطادها وهي على وش المي؟ حجل. ولك انو حجل هاد؟ العمى شو مخك سميك؟ صرت عايد لك ياها 100 مره، وين مخك؟ عفوا عفوا معلم، هلا تذكرت، الطيور بتنصاد على وش المي هي الزرع والبط والوز. قوم قوم قوم. وشو كمان؟ والله نسيت، ذكرني معلم.
لك جاج المي والحباري شبنا. ما قلت لك انه الحبريه بتجوع وبتنزل على وش النهر او البحيره حتى تلقط سمكه منقوم نحن منجي منصطادها؟ على كل حال بتكتب لي هالمعلومه عندك 100 سطر عقوبه لحتى تحفظها، فهمت؟ حاضر يا معلم. قل لي لشوف، شو هو الطير يلي بينصاد بموسم التين؟ عصفور التين. عال. وبالربيع؟ الترغل. عظيم. وبالتلج؟ الشحرور. وبيوم الجلاء 17 نيسان؟ فري. برافو عليك، عم يتحسن مستواك. يعني صار ممكن اوس بالجفت معلم؟ لا لا، لسه بكير عليك، بدك فت جفت، بدك فت خبز، بكير. يعني ما راح تطلعني معك على الصيد بعد بكره؟ مبلا راح اطالعك، بس مشان تتفرج، وبعد اربع خمس مشاوير، إذا شفتك عم تستوعب منيح، ممكن سلمك بارودة وخليك تقوس. على كل حال خلينا نرجع، تأخرنا، امشي عمو امشي. امشي اشوف قدامي. يا الله. ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. بنطال عسكري لونه خاكي فضفاض. بالإضافة إلى بدريسة فيها أمكنة مخصصة لوضع بعض لوضع الفشك، ومن الخلف شبكة صغيرة لوضع بعض العدة، وفيها مكان للموس والكبريتة. إن شاء الله عم تستفيدنا برجلك بابا. شوفت عينك بابا، اقسم بالله أيام الفحص ما درست فيه كل هالدراسة. هلأ أنا بدي أفهم أبو رجلي ليش عم يتمقطع بهالصبي كل هالمقطعة هاي؟ ليش؟ شو هو بده يطالع على الصيد ولا بده يطالع على المريخ؟ معلش معادل معلش، كل إنسان له طريقة بالتعليم. أنواع البواريد: جفت بعينتين، بارودة 12 مليمتر، بارودة 9 مليمتر، بارودة أوتوماتيك، بارودة ماجنوم خاصة لصيد الغزلان، بارودة ستاندرد، بارودة سميث، بندقية جولد. ما قلت لي أبو رشدي بدك تطالع عادل بكرة الصبح معك على الصيد ولا رايح لحالك؟ لا بدي طالعه، وقلت له يمرق لعندي الساعة 5 اليوم الصبح. وإن شاء الله رح تسلمه جفت وتخليه قويس. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ غر هذا بغو، عوده طري، ما بيتسلم سلاح. أنا رح أطالعه معي مشوار ليتفرج علي وبس، ليتفرج علي شلون عم صيد، وبعدين ممكن خليه يطلق النار، يعني بعد شي 10-15 مشوار على القليلة. إيها هيك أحسن، لأنه الاحتياط واجب. ما بدك تحطي لنا عشاء؟ بلا تكرم عيونك، اللي تقبرني شو بدك تتعشى؟ يا ترى بقيان شي من الوزة تبع امبارح؟ لا والله مو بقيان. والبطة؟ كمان مو صفيان منها، يعني الفريزر والبراد فاضيين، إذا بدك بحط لك شوية حواضر. أمري لله، بتعشى حواضر، وبكرة إن شاء الله رح أدرس لك الفريزر ترس، الطيور حجل، ووز، وبط، وأرانب، وفري من غلة الصيد. بس إن شاء الله تكون زنود عادل قوية ليقدر يحمل معي الغلة. يلا يلا شوف احملها على كتفك. صرخ صرخ معي. وقف لك محلات. المطرة جاهزة؟ موجودة معلم. الموس والكبريتة هون بالجيبة، والبيل بالجيبة الوراني. عظيم جدا، الحاني لقلك. يعني بدنا نمشي شي ساعة ونص، تعبت شي؟ لا لا ابدا، بس حبيت اسأل. برافو عليك، هلا بس نوصل لهديك التلة بنرتاح لنا شوية. شو بنرتاح؟ شوية شوية بنرتاح. امشي لهلا، امشي امشي يا حرق امشي. تعال تعال.
يا طيري يلي كل ما هطار زاد العنا والهم بيا، من يبتلي بحب البكار راحت علي العيش الهنية. تشرب؟ صحة عني. يا سلام سلم، لسات المي باردة. شايف شو فاقت المطرة يا عادل؟ علي حابب اسألك سؤال. إذا سؤال له علاقة بالصيد اسأل، أما ما عدا ذلك لا تسأل. لا بالصيد طبعا. معلم كنت حابب أعرف أنت كم سنة بتطلع على الصيد؟ هو علينا من حوالي 30 سنة، يعني من لما كنت بقدك أو أصغر شوية. يا ترى دغري أوص بالجفت ولا دربت مثلي بالأول؟ لا دغري، بس جيلنا نحن يا عادل غير جيلكم. جيلنا كان جيل جبار ومخنا كبير، كتير كبير مخنا كان، بعكس هالجيل هذا. هالجيل لتأخذني يعني عادل نعنوح وتشتوش وما بيستوعب بسرعة، ومشان هيك بده تدريب كبير. طيب انت بهالثلاثين سنة صدت كل شيء ولا لسه في شيء نوع من أنواع الطيور ما صدته؟ كل شيء بيخطر على بالك صدته، لك صدت كل شيء، صدت طيور وغير طيور وما خليت شيء يعتب علي أبدا إلا الطير الحر يا عادل. شو هذا الطير الحر؟ يا سيدي هذا طير غالي كتير، يعني أحيانا بيوصل حقه للمليون ليرة وأكتر أحيانا، والصيادين الكبار بيستعملوه كمين ليصيدوا فيه طيور الجارحة والغزلان. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بيمسكوا الصياد وبيحطوا على إيده بعد ما يربط له رجليه وعيونه، وبيصير يضايقه حتى يطالع أصوات، وعلى صوت هذا الطير بتيجي الطيور الجارحة ركيد مثل الصقر، النسر، الشاهين، وبس يقربوا لعنده بيكونوا هالصيادين عاملين لون كمين وبيزتوا عليهم هالشباك وبيصطادوهم. يعني بيصطادوهم طيبين؟ ايه طبعا، لأنه سعرهم غالي كتير، وفي صيادة محترفين مثلي بيقوسوا على جناح الطير الحر وهو طاير، وبس ينزل على الأرض بيعالجوه وبيضمدوله جرحه وبعدين بيبيعوه. طيب أنت ليش لهلا ما صرت طير حر؟ آخ يا عادل آخ، هي حسرة بقلبي من 30 سنة، ولك ما خليت شي يعتب علي إلا صطته، ما عدا هالطير ما كنت أقدر عليه أبدا. بس وين بده يطير من إيدي؟ وين؟ إلا ما يجي يوم وأصطاده. وعلى فكرة أنا نادر ندر إني بطل شغلة الصيد وأقعد بالبيت بعد ما أصطاد الطير الحر. لك بريك من ايدك، ترك البارودة من ايدك، لسه بتلعب فيها مثل ولاد صغار، هلا بيطلع الضرب منها بدون ما تنتبه. يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك ليش قوصتوا؟ لا لا تواخذني معلم، شفت شي طار بالسما متوسط عليه ورصاص؟ يخلع رقبتك خلع، شو مفكر حالك صرت صياد؟ العمى شو مجلوق؟ العمى شو ها؟ هاطل قوص عليه؟ لك معقول؟ لك معقول؟ لك هذا الطير الحر؟ ولك ملك الطيور هاد؟ الطير الحر يا عدولة، الطير الحر يا عالم، وأخيرا إجا لعندي برجليه. لك دخيل ربك على هالمنظر، أنا دخيل ربك أنا. الطير الحر يا عادل، الطير الحر ولساته عايش كمان. الضرب اجا بجناحه، ركود قوامي يا عدول ركود، هات قطن وشاش من الجعبة، لساتك هون؟ ولك روح قوام. ولك الطير الحر هاد، الطير الحر يقبرني يلي خلقك. ولك صار لي 30 سنة عم اطلع على الصيد وما قدرت صيده، قام هالغر هالفصعون من اول طلقة صاده. فعلا ان هذا من عزم الامور، الطير الحر، الطير الحر. بس وينكن يا جماعة؟ مو شطارة من عادل، بضل عادل تلميذي الك ان. يا طير يلي كل ما طار زاد العنا والهم بيا.
هيا هيا. اهلين عاصم. اهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. ويحفظك. اصبحتي اصبحتي. حبيبي حطلك تاكل؟ لا بكير، لسه ما جعت. قدرتي بالإشاعة اللي طار عليهم؟ أنو إشاعة؟ تبع الوزير اللي طار؟ لا، قصة الوزير اللي طار طلعت مزبوطة، مو إشاعة، عم بحكي عن غير شيء. خير؟ ليش شو صاير بالبلد؟ قال في قطار عامل حادث على طريق درعا. يا ساتر يا رب، مين قال لك هالحكي؟ كل الناس عم تحكي بها القصة. إمتى صار الحادث؟ ما بعرف، شي بيقول مبارح، شي بيقول اليوم، شي بيقول من يومين ثلاثة، كل واحد بيحكي على كيفه. لك الله يصلحك، كنت جيب الجريدة لحتى نشوف شو كاتبين فيها. يا ستي قريت الجرايد الثلاثة مع ملحقاتهم، مو مكتوب فيهم شي. افتحي افتحي التلفزيون على الشام، إلا ما يحكوا شي. معلم، أنا بعرف إنه حرفة صناعة بوار الصبيان حرفة عريقة كتير، يا ريت تحكي لنا عن هالشي. أي نعم، في الحقيقة هاي المهنة عريقة جدا ومتوارثة عن الآباء والأجداد، ونحن بالنسبة لنا ما منصنع بس بوالي صوبيات، كمان منساوي يعني أزانات حمام، تيار، أطشاد، صوبيات ومدافئ، ومن مجاميعهم يعني نحن كل شيء كل شيء منساوي. طيب يا ترى قديش السماكة تبع بوالي الصوبيات، وشو هي العوامل اللي بتحدد السماكة؟ شوفي مدام، لما أنسة أنسة، شوفي أنسي، بالنسبة للسماكة نحنا عنا سماكات كتيرة، يعني بقدر قلك إنه في عنا 2 ميلي وبيجي معنا كمان بده زيمات حسب طلب الزبون يعني. يعني أكتر من هيك سماكة دم ما عاد الله يخليك. الهيئة ما في شيء، لأنه لو في شيء كانوا زاعوا. هات هي الجهاز لقلك، يمكن يزيعوا الخبر بمحطات برا. وكل حسب الطول. أفادت مصادر شديدة الاطلاع في العاصمة السورية أن قطاراً جنح عن سكته وانقلب في الطريق العام ما بين دمشق وذرعا، وذكرت هذه المصادر بأن هذا الحادث نجم عنه عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات، كما أدى الحادث إلى نفوق قطيع من الأغنام كان يعبر الشارع لحظة وقوع الحادثة. شفت شلون الخبرية طلعت مزبوطة؟ ما في إشاعة بتطلع من فراغ. أحد العلماء إلى أن وسيقبيت انه كان في شلعة خواريف ظاهرين من الجبل وعم يقطعوا الشارع لما صار الاكسيدون، بس ميرسي بوكو لالله انه ما كان في ركاب بالتراين، والا كانت المصيبة اكسترا اكسترا لارج. وافادنا مغاسلنا بالشام انه وفود لبنانية رسمية وشعبية من الأحزاب والهيئات والمنظمات والفعاليات السياسية والروحية والمذهبية ظهرت على الشام بموعد رسمي للوقوف على طبيعة الموقف وحقيقة المشكل ومؤازرة إخواننا السوريين بهالكاتاستروف هيدا. بالفعل اللبنانيين صاحبين واجب وما بيخلوا شيء عليهم حتى ما حدا يعتب. إيه لكان أقل منا يعني. Erfahrene Nachrichten aus der syrischen Kapital sagen, dass es einen Zugunfall gab, in welcher der Zug auf seine Linie und in der Damaskus-Dara-Autobahn gefahren ist. Die Nachrichten konfirmierten auch, dass es viele Bewundete gab, die zu die nächsten Krankenhäuser transformiert sind. Eine Himmelmasse, den Autobahn in selber Zeit des Unfalls kreuzte. شايفة يا هيا؟ حتى الألمان زعوا الخبر، صعي ألمانيتي مشكلة الآن، بس فهمت؟ طيب اقلبنا على شبه الجزيرة لنشوف شو عم بيحكوا. على عيني، بس لشوف محطتي أنت الأول. يعطيك العافية يا أخ. هلا، هلا أخوي هلا. معك القناة الفضائية تي إن تي، شو ممكن تحكي لنا عن حادثة القطار تبع درعا؟ هي يا أخوي وش أحكي؟ وش أقول؟ وش ينفع الحكي؟ أني هسا هالحين رايح أرفع قضية ضد مصلحة الترينات باعتباري صاحب شلعة الغنم اللي دعسها الترين. طيب برأيك مين المسؤول عن هي الحادثة؟ هي من المسؤول؟ الشوفور السايق هو المسؤول، أني أحمله كامل المسؤولية، لأنه لو ضرب فريمات ما كان صار اللي صار، هالغنمات انذبح والحلال ضاع ضاع. وأني من هين من هذا الموقع، أكد لي على هذا الموقع، أناشد المسؤولين ان ينظروا بعين الحقد، بعين العطف لهذا البلاء اللي اصابنا، وفي النهايه
أشكر التلفزيون وينطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين يا أخوي زين. نحن كمسؤولين في مصلحة القطارات نضع دائما نصب أعيننا سلامة المواطن وممتلكاته العينية والمادية وثروته الحيوانية، وانطلاقا من هذا التوجه وتمشيا مع التوجيهات في هذا البلد نقوم بشكل دوري بأعمال صيانة كاملة لكافة القطارات. شوفت عينك القطارات الموضوعة تحت الخدمة، وإنني أنتهز هذه الفرصة لأعبر باسمي وباسم كافة العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي عن عظيم امتناننا وخالص تقديرنا وشكرنا لل طيب برأيك مين المسؤول المباشر عن الحادث؟ آنستي الكريمة، قبل أن أحدد من المسؤول عن الحادث وقبل أن نوجه إصبع الاتهام بعمق إلى أي جهة، دعونا يا أختي نعرف المسؤولية أولا. نعرفها، ما هي المسؤولية؟ المسؤولية لغويا تأتي من فعل سألة، وفعل سألة هو فعل ثلاثي أجوف. عفوا يا أستاذ، يا ريت خلينا نبسط الموضوع. يعني برأيك ألا يوجد خطأ بشري ما أدى إلى وقوع الحادث؟ لك يا أختي من كان منكم بلا خطيئة فليحاجرنا، فليرجمنا بالحجارة، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أن نكون لا نكون هذا هو السؤال. أرى سعسعة ولا أسمع طحنا، جعجعة وقطارا فات من يجديه وراءه يركض ماشي على رجليك. يعني تدرس من جوانب أخرى المسألة يا أختي. ما هي هذه الجوانب؟ ماذا يعني انحراف قطار عن سكته أمام انحراف السياسات العالمية نحو قطب أوحد؟ دعونا أولا نصطلح على تعريف موحد لمصطلح الانحراف. المجمع اللغوي، الله هاي كترنا من أمثاله بسلامة ذكره. لك شو عم يحكي هاد؟ والله ما فهمت شي عليه، ما فهمت شي من كل هالحكي، عم يقطع ويلحوش. طب انت ليش نزقت بهالقناة؟ اللوم على غيرك. لك العمى بقلبهم، ليش هيك عملوا قضية؟ اصلا هيك الفضائيات تبعنا، بدهم قصة ليتسلوا فيها ويعملوا من الحبة قبة. لا ويلي بحيرني انه المحطات بتذيع الخبر بالموجز وبيقولوا لك التفصيلات في التقرير التالي من مراسلنا فلان الفلاني. بيقوم المراسل ما بيضيف شي على الخبر، بيعيده وبيفتقه وبيفتقه وبيعيده وبيدور وبيلف وبيرجع لنفس المعلومات تبع الموجز. لنشوف غير قنوات شو عم يحكوا. وفي نظرة متبصرة وتقارير متعمقة أفادت مصادر شبه رسمية في العاصمة السورية بأن خطأ في التوقيت قد أدى إلى حادثة قطار دمشق درعا. معنا الآن على الهاتف الأستاذ فايز أبو جودة المحلل السياسي في لندن. أستاذ أبو جودة، كيف تنظرون من موقعكم إلى هذه الحادثة؟ في الحقيقة إنه أمر يدعو للتساؤل حقا، لا سيما بأن حادثة مماثلة قد سبقت حادثة انحراف القطار، ألا وهي حادثة انزلاق الباص المعروف. هل تعتقد بأن هناك ربط أو علاقة بين الحادثتين؟ أعتقد ذلك. طيب برأيك هل هناك خلفيات معينة تقف وراء هاتين الحادثتين؟ ربما. هل يعني هذا أن انحراف القطار قد يشير بطريقة أو بأخرى إلى انحرافات مماثلة؟ ممكن. في قطاعات جديدة رسمية كانت أو خاصة، هل تعتقدون بأن هذا الأمر ممكن أن يحدث؟ ممكن ذلك. فايز أبو جودة المحلل السياسي في لندن، شكرا لك. ولك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، يخرب بيتهم. ولك شو الأخبار اللي معتها هاي؟ معقول؟ بالفعل هالجماعة بدهم جنازة ليشبعوا فيها لطم. ولك العمى عملوا للقصة 100 إيد و150 رجل، إيه ما لها مستاهلة المسألة كلها الضجة وكل هالمقدمات والمؤخرات. العمى شو الإعلام هاد؟ ما هي أسباب حادثة تدهور القطار على طريق دمشق درعا؟ من هو المسؤول عن موت قطيع الخرفان البريئة؟
ما علاقة هذه الحادثة بالحملة التي تقوم بها السلطات السورية ضد الفساد؟ هل يؤثر عدد الخرفان المدهوسة على الاقتصاد السوري؟ برنامج الاندفاع المشاكة سيأتيكم في الأوقات التالية. أحسن شيء نشوف الشام شو عم تحكي. إيه حطه على الشام من الأول وخلصنا، ضروري هيك تقلب على عماها. لا ويلي بيدبح دبح إنه الخبر نفسه بتسمعيه 50 مرة من 50 فضائية. إيه والله شي بملي. قال ركبنا دش ديجيتال، قال يعني إذا هالدش عم يجيب 200 محطة وكل محطة بدك توقفي عليها دقيقة لتشوفي شو عم تعرض، إيه بدك 200 دقيقة يعني 3 ساعات وشوي رايحين على الفاضي. هلا قلب على الشام خلصنا. على عيني. من دمشق نذيع عليكم هذا الخبر العاجل، جاءنا توا على الهواء مباشرة. ذكرت محطة تيفي الألمانية بأن قطارا قد انحرف عن سكته على طريق دمشق درعا، وقد أدى الحادث إلى جرح بعض المواطنين ونفوق قطيع من الأغنام. وذكرت محطة اليو اف ال بأن سبب الحادث يعود إلى تعطل نظام الكبح في القطار. أما محطة شبه الجزيرة فقد عزت الحادث إلى خطأ في التوقيت. وقد نقلت محطة الدي تي اي عن مصدر شبه رسمي بأن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أسباب الحادثة، وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة لدى ورودها. وشكرا لاستماعكم، نعود الآن لمتابعة برنامج نحن الحرفيون. يعني معقول هالحكي؟ لإمتى بده يضل إعلامنا مثل الزوج المخدوع آخر من يعلم؟ يعني لولا الفضائيات التانية كنا نحن كمان آخر من يعلم. طيب أنت ليش معصب كل هالقد؟ يا سيدي فخار يكسر بعضه، ليش عم بتهز بدنك؟ ليكو التانية؟ يعني معقولة اسمع كل هالشي وما يعصبني؟ لكل أخبارنا الداخلية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية أو طبية مناخدها كلها من برا، وبعد يومين ثلاثة منسمعها من عنا من جوا، يعني منسمعها بايتة مثل الأكلة الفايتة، لا إلها لذة ولا نكهة ولا طعمة، مثل يلي عم يأكل مشمش بالعتمة. أي طعمنا حجة والناس راجعة إلهي. بقى ليش هيك عم يصير معنا؟ لك شو الهدف يعني؟ شو الغاية؟ لصالح مين عم يصير هالشي؟ ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. على مهلك بابا، على مهلك. حسني بيك بتقدروا تمشوا لحالكم ولا نجيب لكم كرسي؟ لا لا ما بدي كرسي، شو شايفني مكرسح انا؟ لا عفوا مو القصد، بس قلت لحالي مشان راحتكم يعني. لا لا دكتور انا مرتاح، هات هالعكازة يا ولد. تكرم بابا تفضل. سلامي بابا. الله يسلمك، يرضى عليكي. الله يرضى عليكي. شلونك يا لينا؟ اشتقت لك كثير بابا، مو مصدقه امتى اشوفك. الله يرضى عليكي. شلونك يا كندا؟ مبسوطه بابا، الحمد لله على السلامه. الله يرضى عليكم، الله يسلمك. يا الله يا الله يا الله. شو بابا لوين رايح؟
شو شايفني خرفت يعني وما بعرف مدخل الفيلا؟ فايت على الحديقة شم شوية هوا. سبقوني انتو لجوا هلا بيجي. حاضر بابا. مين يلي قاصص الحشيش؟ حشيش؟ عم قول مين يلي قاصص الحشيش؟ أنا سيدي أنا. أنا. أنا ما قلت لك لا تقصه إلا لحتى تاخد إذن مني؟ معكن حق سيدي، بس الحشيش طول كتير وجنابكن كنتوا بالمشفى، لهيك أنا قصيته. لا تقص شي تاني مرة، وإذا بدك تقص ولا سبد لازم تخبرني. أمرك سيدي. عال والله، هاد اللي كان ناقصنا. إذا غاب القط العب يا فار. هذا المسبح مين مغير له ميته؟ أنا سيدي. وشلون بتغير ميته بدون ما تاخد إذني؟ بابا بجوز يكون عم بسأله إلو، عنده لسان يجاوب، بيقدر يحكي. ليش غيرت المية طرزان؟ سيدي قلت لحالي لازم تكون المية نظيفة مشان لما حضرتكم. هلأ لا تقلي حضرتكم ومضرتكم، أنا هالبرابيك كلها ما بحبها، أي واحد بده يساوي شي بده ياخد موافقتي. أمرك حسني بيك أمرك. وليش 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 هديك النخلة طولانة أكتر من حسني بيك؟ بترجاك بكفي، لازم ترتاح أنت. خدوني من هون يا ريما. ريما حاضر. خديني من هون. نين؟ وليش؟ ليش هديك الشجرة؟ مالكم؟ ها؟ شو؟ عفواً ما فهمت. شو بك ساكت أنت؟ ما قست ضغطي؟ ايه بلا قسته. وليش ما عم تحكي؟ قديش طلع؟ منيح، ضغطكن منيح سيدنا. ضغطنا منيح؟ بيقيسوا الضغط وبيسكتوا، كأنه ما في عالم قدامن عم تنطر النتيجة. أبو خالد لا تنوهم، كل شيء طبيعي بإذن الله. على كل حال، الأنسة ريما رح تشرف عليك وتعطيك الدواء، وأنا رح أمرق لعندك المساء. بتأمرني بشي حسني بيك؟ لا تخبط الباب وانت طالع. عفواً ما فهمت. الله معك. تفضلوا خلوه يرتاح وياخذ له غفوة. ريما. حاضر حسني بيك. ما سمعتي الدكتور شو قال؟ ايه لكان. اخليكي هون عدي جنبي. لا تغادريني. سلمي ايديك. يعني شلون شايف ان حالته بشكل عام دكتور؟ لانه يوم بيكون نشيط ومرتاح ووجهه محمر، ويوم بيكون مصفر وتعبان وعم بيخانق. عن جد دكتور شو قصة هالمرض؟ والله ابوكم وبكل صراحة وضعه الصحي حساس كتير وما بيطمن. شلون يعني ما بيطمن دكتور؟
اللي بقصده حسني بيك معه عدة أمراض مو مرض واحد. معه تصلب شرايين، ارتفاع بالضغط، هبوط بالقلب، مي بالرئتين مع إصابة تهتك بالرئة اليمنى على أثر تدخين قديم، وقصور بالكلاوي، وارتفاع بنسبة السكر بالدم. ولي على قامتي إن شاء الله، يعني صعب يطيب مو هيك دكتور؟ مو مسألة صعب، بس منخاف من تضارب الأدوية ونتائج العمليات. طيب شو بتنصحنا بهيك حالة دكتور؟ طبعاً النصيحة الوحيدة اللي بقدر أنصحكم فيها هي إنه ما يتعب نفسه مثل الأول، ويبتعد عن الإجهاد ويستريح بفرجته، لأنه بصراحة صحته ما عادت تتحمل النوم، وهالشي أجمع عليه كونسلتو الأطباء بالكامل. طيب ليش ما بتقنعه أنت دكتور؟ صدقوني نصحته كتير، بس الزلمة ما قبض كلامي ولا سمع مني. هاي أنتوا شفتوه بعينكم كيف نزل وصار يتفتل بجنينة، بقى بتضلوا أنتوا ولاده وإلا ما يسمع منكم. مع عصير برتقان ولا مع المي؟ ما بتفرق، المهم تندفش الحبة للمعدة. ولا قلك هاتي برتقان بحبه هذا. تفضل. حطبت بمي؟ ايه؟ هاي شربتها صحة وهنا على قلبك. تحب اتركك شوي حتى تنام؟ افتحي افتحي هالشبابيك، ليش دربستيهم؟ بدك تدفنيني بالحياة يعني؟ سلامتك حسني بيك، الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب. فوتوا فوتوا. أسفين على الإزعاج بابا. إذا حابب تنام بابا منجي بوقت تاني مو مشكلة. لا ما بدي نام، تفضلوا. بابا الحمد لله عرجتك إلنا بالسلامة، و صدقني البيت هاد كلياته ما بيسوى قشرة بصلة إذا حضرتك مالك موجود فيه. ومو بس هيك بابا، يعني الشغلة اللي بدي أقولها إنه هي إنه حضرتك عودتنا على إدارتك الحكيمة، ومثل ما بيقولوا يعني اللي ماله كبير ماله تدبير. عدي عدي، شايفة أولادي شو مربين؟ الله لا يفرق بيناتكم يا رب. نعم؟ عم قول الله يخليك فوق راسهم. آه أيوه. بس اهم شيء بابا انك تريح حالك بعد هالمرضى القويه، يعني مثل ما بيقولوا الراحه نصف الشفاء. اي طبعا بابا، لانه انت جسمك ما عاد يتحمل، وانت الله يخلينا اياك ويقويك. روح قلبك التعب والشغل والسفر، يعني والانسان قد ما كان جبار له طاقه محدوده بالنهايه. هلا ليش عم تدوروا وتلفوا؟ فهموني بقى لما نشرح، انتوا شو بدكم بالضبط؟ طلعي لبرا انت، بنادي لك لما بدي اياكي. حاضر حسني. ايه يلا. ايه سيدي شو طلباتكم انتو؟ والله يا بابا ما بدنا غير سلامتك، بس شو كنت عم بقول انا واخواتي؟ ما بعرف شو كنتوا عم تقولوا. يلي كنا عم نقوله انه حضرتك جسر البيت وركيزة اساسية من ركائزه، وما حدا بيقول عكس هذا الكلام اطلاقا، واللي بيقول عكسه بيكون مغرض. بس بالمقابل ومن حرصنا عليك طبعا وخوفنا الشديد على صحتك، يعني كنا مفكرين تعطينا شوية ثقة وهيك هامش صغير نقدر نتحرك من خلاله لحتى ما نرجع لك بكل شاردة واردة والأمور صغيرة ونتعبك. يعني يا بابا باختصار يمكن آن الأوان لهالفارس الشهم ولهالصامد العنيد إنه يترجل عن حصانه ويتكئ على جنبه باستراحة المحارب. ما شاء الله ما شاء الله حولكم وحواليكم، والحمد لله والشكر له ولمرضي كمان يلي عمل من ولادي كلهم شعرة. عفوا بابا، يعني نحن غلطنا بشي؟ ابدا عداكم العيب، بالعكس كلام منمق جميل محبوك الاطراف، لا ياتيه الباطل لا من خلفه ولا من قدامه. اصبح انت موافق على هالشي بابا ما هيك؟ ولك على شو بدي وافق؟ انه تريح حالك وتخلينا نتصرف عنك. ولك شو تتصرفوا عني؟ معقول هاد يلي عم بسمعه انا؟ لك شو جنيتوا انتو؟ ولا ما عاد فيكن حيا ولا خجل؟ ليش لا سمح الله؟ ولك شو ليش؟ ولك يا عالم يا ناس، ولادي بدنياني الصفر عشمال، شرابة خرج، خيال صحرة، فزاعة الطيور، شخص حرمط لا بيحل ولا بيربط، وبعد هالشي بيسألوني ليش؟
خلص بابا ولا يهمك، كل شيء رح يضل باسمك والله باسمك. اخلصي ولك، اخلصي ولك. بابا تأكد انه انت رح تكون الكل بالكل وما حدا بيسترجي يقرب صوبك. ولك حاجه بقى تبيعوني حكي حاجه، انا والحمد لله ما فيني شيء وصحتي مثل الحصان واحسن احسن من صحتكم، ويكون بعلمكم انه كل شيء رح يضل مثل اول، ما تغير شيء على الاطلاق. وفوق هالشيء بدكم تاخذوا موافقتي بكل بيعه، بكل شروه، بكل روحه، بكل جيه. يعني اذا تنفستوا لازم يكون عندي علم، اذا سافرتوا اذا انضربتوا على قلبكم لازم يكون عندي علم، ما تغير شيء ابدا. ولا تنسوا انه هذا الرزق كلياته اللي عايشين فيه كله باسمي، هالدكاكين، هالمحلات، هالشركات، هالمؤسسات كلها باسمي الشخصي. صحيح انتوا ولادي بس حقكم عم تاخذوه زياده، وغير هيك ما عندي. يلا تفضلوا على شغلكم يلا. طول بالك حسني بيك، ما بصير هيك مشان صحتك. طلعي انت دانيال برا، طلعي. ليش جاي لهون؟ بقول لك الدكتور ما بصير تجي قبل شهرين؟ عيفنا من الدكتور هلا. ورجيني حسابات المحل. طيب تفضل تفضل لجوا. لا ما بدي اتفضل لجوا، مالي لقلبي من المكاتب، هاتهم لهون. يلا فورا. تفضل. هات هات لشوف. على المكتب مو اريح لك؟ مالي لقلبي من المكاتب، اتركني هلا. شو؟ شو القصة يا خالد؟ شو القصة بابا؟ انو قصة؟ شايف البيع قليل؟ هي معلوم بده يكون قليل بابا، لأنه الدنيا آخر الشهر والعالم ما معها زيادة مصاري، هي من جهة. من جهة تانية فتح معرض جديد قريب من هون، بتعرف العالم بتحب تتفرج على جديد. وليش ما قلت لي انه في معرض بده ينفتح؟ ليش شو بيهمك بالموضوع بابا؟ قال شو بيهمني، قال كنت اشتريته. بعدين ليش هيك الضريبة غليانة؟ رفعوها من اول الشهر. رفعوها؟ يعني اذا رفعوها بنرفع الاربعة ومنسكت؟ فورا بتقدم اعتراض للمالية وبتشرح لهم انه الارباح معدومة ويا دوبنا عم نلحق مصاريف الموظفين واكلنا وشربنا، فهمت؟ فهمت بابا. هات لشوف ورجيني الفواتير. لك شو هالعلك المصدي هاد؟ ليش هيك ابو نعمان مغلي بضاعته؟ بابا قال غليان اليورو. كذاب ابو نعمان كذاب، هاي بضاعة قديمة وكسدانة عنده بالمستودعات، لا بقيت تجيب بضاعة من عنده مرة تانية، فهمان خالد؟ فهمان بابا.
ليش شاعل أضوية الكهرباء من هلا؟ بابا يعني مثل ما لك شايف المعرض عتم شوي والزباين لازم تشوف البضاعة منيح. لا ولا يهمك بيشوفها. لا تشغل الكهرباء قبل الساعة 5، مفهوم؟ مفهوم بابا. بابا تفضل لحتى نضيفك شي. لك شو تضيفني ما تضيفني؟ هذا المعرض إلي، إن شاء الله مفكرني ضيف عندك. لا لا بابا العفو. إيه بس حاجة يعطيك العافية. الله يعافيك بابا. أهلين بابا، شو جابك؟ مو شوب عليك؟ يعني ما بدك يعني إجي؟ أعوذ بالله يا بابا، بس الدكتور وصاك بالراحة. بلا دكتور بلا تراكتور، أصلاً هالدكتور كله على بعضه مو عاجبني، كتير بكبر المواضيع. شايفك تعبان كتير بابا، تفضل ارتاح ارتاح. أنت من إمتى بخيت الدوالي بالمبيدات؟ من شي شهر تقريباً. مرحبا من شهر، أنت لازم تبخن مرتين بالشهر مو مرة واحدة. بس المهندس الزراعي قال إنه حاجتهم مرة بالشهر. ولك هذا المهندس الزراعي ما بيفهم، المهندسين الزراعية عموماً بيفهموا بكل شيء ما عدا شغلتهم الرئيسية. ما علينا، إمتى صايتهم آخر مرة؟ يعني من شي 20 يوم. صيهم اليوم، فهمت؟ حاضر مثل ما بدك. بعدين وينك؟ إياك ثم إياك تبيع خصلة واحدة من العنب قبل ما تقلي. ايه بس انا اتفقت مع ابو سليم. قديش اتفقت معه؟ سعر كتير منيح، يعني الحلواني ب20 والبلدي ب15. إيه لا بابا ما حذرت، هذا الزلمة ناوي يسرقني عينك كد عينك. بقى من بكرة بتلغي لي الاتفاق، فهمان شو عم قلك؟ يا بابا شلون بدي الغي الاتفاق؟ يعني انا اتفقت مع رجال واخذت عربون. ولك شلون بتتفق معه قبل ما تاخد اذني؟ لا ما بدي شيء، اعطوني دفتر الحسابات لشوف. شو العلاقة المصدي انت وياها؟ بس 130 ألف ربحان المحل هداك الشهر؟ ايه بابا بس 130. انا اللي بعرفه انه السنة الماضية كان يربح 200 ألف مثل هالايام. معك حق بابا، بس نحن هذا الشهر دفعنا فاتورة الكهرباء والتليفون. اعطوني كشف بفاتورة التليفون لشوف. ليش كل هالمكالمات هي على حلب وبيروت وعمان؟ لزوم الشغل بابا. ما اختلفنا لزوم الشغل، بس مو كل هالأدوية لك. أكيد أنتوا عم تطقوا حنك على التليفون. أعوذ بالله بابا، أنت بتعرف تماماً أنه إحنا ما عنا هي العادة.
حولتوا الأرباح على حسابي بالبنك؟ لا لسه ما حولناهم. وليش ما حولتوهم بقى؟ ولا بيظهر مفكرين المحل ملك شخصي إلكم؟ أعوذ بالله بابا، معقول؟ شو عم تحكي أنت؟ لا لأنه بجوز قلتوا لحالكم أبونا بالمستشفى ما له عرفان شو عم يصير، بقى خلينا نشم ريحة باطنه شوي. بصراحة بابا نحن قلقنا عليك وخفنا على صحتك، بدنا نسينا الموضوع كله. إيه لا بقى تنسوا، الله يرضى عليكم، من بكرة بتحولوا المصاري لحسابي بالبنك، سمعانين؟ سمعانين بابا. بابا تفضل، تشرب بارد ولا ساخن؟ ما بدي اشرب شيء، هاتي العكازة. رح اخذ الفاتورة معي. بدي دققها. ليه بابا؟ شو هالمفاجأة السعيدة؟ شو هالطلة الحلوة؟ أكيد حلوة. ولو يا بابا، الله يخلينا ياك يا رب، بس ليش هيك معذب حالك وجاي من البيت؟ مو مهم هلأ، المهم خبرني وين صرتوا بالعمارة. عم نصب السقف الجواني وعم نشتغل بالصحية والكهرباء. وين الفواتير؟ الفواتير؟ أنو فواتير؟ أنو فواتير يعني؟ فواتير المشروع كله. إيه دقيقة دقيقة. إيه دقيقة. تفضل يا ابي، هاي الفواتير، تفضل. اوف، ليش هيك الحديد غالي؟ لانه احتجنا ل 15 طن، مشان هيك جبناهم من السوق السوداء. ايوه قلت لي. وان شاء الله عم يجيك زباين مشان الشقق البقياني. عم يجي بابا، عم يجي. لا تتفق معهم على شيء، ها؟ ابعتهم لعندي مشان شوفهم بنفسي. حاضر، مثل ما بدك. انت منين عم تجيب رمل ابيض وبحص؟ خير خير بابا، شوفي شوفي. تفضل تفضل. عالسيارة عالسيارة بابا. اكيد بطمنك اكيد. مع السلامة مع السلامة. طمنا دكتور. شلون الوالد؟ يعني عم يصحى شوي وشوي عم يغيب عن الوعي. هلا صاحي ولا غايب؟ لا منيح، هلا صاحي شوي. فينا نشوفه؟ ما منطول دكتور، بس منشقع له ونطلع. طيب فيكم تشوفوه دقيقتين بس. اوكي وبهدوء اذا ممكن. شكرا دكتور. شكرا 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 دكتور. ان شاء الله منيح. منيح. كم شقة بعت من البناية يا توفيق؟ ثلاثة بابا، ثلاثة. استنى، لا تبيع شيء أكثر من هيك. وشو ساويت بحق الثلاثة اللي بعتهم؟ ولا يهمك بابا، صاروا بحسابك بالبنك. وينك توفيق؟ نعم بابا. مهما إجاك سعر بالشقة الإبلية لا تبيعها. ولا يهمك بابا، حاضر ما راح أبيعها. ولا تساوي شيء قبل ما تشاورني. اطمن بابا اطمن، كل شيء بإذنك إن شاء الله. وانت يا خالد؟ أمور بابا. يا ترى طالبت أبو رفيق بالكمبيالة؟ ايه طبعا طبعا طالبته. إذا ما رد عليك اطلب الكمبيالة عن طريق المحكمة. يا بابا ما في داعي، هو قال رح يدفعها. ولك يا غشيم، انت ما بتعرفه لأبو رفيق، هذا حي من تحت تبن، نصاب من الدرجة الأولى. وانتو يا بنات صعيبتكن تفتحوا قسم لملابس الأطفال؟ مين قالك بابا؟ يعني فكركن أنا ما بدرى؟ صحيح أنا بالمستشفى، بس عم تصلني الأخبار أول بأول. بقى لا تساوي شي بدون ما تاخذوا إذني. ها أمرك بابا. وانت يا يونس،
سمعت انك بلشت تنزل عنب على السوق. السيارة وحدي بابا، سيارة وحدي بس. ولك على مهلك يا غشيم، العنب لسه ما حلي، حاجة تقطفه هو حصرم، حرام عليك، صبر شوي مشان تاخد سعر أفضل، لأنه بابا الله يستر. طمنا دكتور. شو دكتور؟ قول دكتور. دكتور شو في؟ الأمر إلكم، الله يرحمه. لا. العمر لكم يا شباب، وربنا يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران. آمين. الحقيقة الوالد الله يرحمه لما كان بالمستشفى سجل هالشريطين بصوته ووصاني بعد ما يموت وصلكم ياهم. هذا الشريط رقم واحد وهذا الشريط رقم اثنين. عظم الله أجره. شكرا لك الله صاحب. أولادي الأحباء، البقية بحياتكم. أنا وصيت الدكتور عبد القادر يعطيكم الشريطين بآخر يوم التعزية. أنتوا هلأ أكيد لابسين أسود، قال يعني زعلانين على موتي. مو مشكلة، أنتوا حرين بمشاعركم. بس هلأ اسمعوني منيح، أنا صحيح متت بس قلبي وفكري وعقلي لساته معكن، لاني بحبكن مو بايدي، ولهالسبب لازم الشغل يمشي وكاني لساتني بيناتكن، وتعليمات الشغل موجوده على الشريط الثاني، واياكن ثم اياكن حدا يتصرف من عنده بدون ما يرجع للشريط. الشريط هاد لازم يكون دستوركن وقانونكن ومرجعكن والموجه تبعكن، وأنا اجتهدت فيه بشكل موسع حتى يضم الشغلة الكبيرة والصغيرة والشاردة والواردة، بقى نفذوا التعليمات والنصايح حرفيا. وإذا ما عجبكن هالحكي أنا رح اتبرع بأملاكي كلها للجمعيات الخيرية، وكلفت بهالموضوع قبل ما موت المحامي نور الدين الهاشمي حتى يحظى بموافقتكن، وإذا وافقتوا على اتباع تعليماتي كان بها، وإلا فزنبكن على جنبكن. بقى شو قلتوا؟ علوا صوتكن ما سمعت. شو قلتوا؟ موافقين. إذن مبروك عليكن أملاكي.